الساعة 4:10 العصر اليوم الخميس. مثل ما تلاحظون جسر السنك، هذا الجسر قوات أمنية متواجدة عليه. أما الجسر الثاني هو جسر الجمهورية اللي متواجدة عليه أيضا القوات الأمنية باتجاه ساحة التحرير. ماكو شيء لحد الآن، وضع هدوء جدا، ماكو إطلاق نار. قبل ربع ساعة كان أكو صوت إطلاق نار، لكن الآن ماكو شيء. هذا المطعم التركي، أي مطعم السدير اللي هو قريب على ساحة التحرير.